دي ضبطية لجان مقاومة شمال دارفور. الفار والد دول شوالات 47 جوال القطاع الغربي فرن أبو فاطمة. الفار والد دول جوالات تاعت العيش تاعت الدقيق. دلالة لأنه الدقيق مخزن لفترة كثيرة كبيرة وكمية بتاعت فار. حسي هنا ممكن تشوفه في فار بين وارد من جوا المخشة حسي جوا هنا يقول له هو يعني. لا 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 أكثر من شهرين أو ثلاثة شهور مخزنة دقيق تلف كله مليان فار وحشرات. ده تالف شوالات السليمة 38 صح؟ من 47 البقية ده كلها تالف كلها تالف. تنسيقية لجان مقاومة دولة شمال دارفور الفاجر ضبطية القطاع الغربي أكثر من 47 شوال دقيق مخزن لفترة حتى فيه فيران يعني حتى فيه فيران المخزن. الفار حايم جوا الدقيق الفار جوا الدقيق الفار جوا الدقيق. يقول لك كان في عطل فني عطل فني من شهر 11 12 الشوالات كلها تجددت ولسه صف العش لسه الناس في الصف. ضبطية لجان مقاومة الفاشر القطاع الغربي فرن أبو فاطمة الدقيقة المخزن 47 شوال وده الصف بتاع العش ده الصف بتاع العش يوسف علي اللي صاحبي يوسف علي ده الدقيق 47 شوال وده الصف بتاع العش ده الصف بتاع العش من الساعة 6 الناس واقفة صف. لجان مقاومة شمال دارفور الفاشر القطاع الغربي 47 جوال دقيق مخزن وده الصف بتاع العش من الصباح.